تربية الأبناء، تربية الأبناء، تربية الأبناء رسالة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم استشارات تربوية، أجيب عن تساؤلات حضراتكم حول فنون تربية الأبناء سواء كانوا أطفال أو مراهقين، وإن كانت الاستشارات النفسية في انتظار استشارات حضراتكم. ولكن ليا في البداية يعني تعليق سريع على الأحداث، ثم إجابة للاستشارات السابقة، ثم أجيب حضراتكم على استشاراتكم. الحقيقة يعني بداية طبعا أدعو الله أن يؤلف بين قلوبنا وأن يجمع شملنا. هناك فن للحوار، يعني إن شاء الله في حلقة ما ربما تكون كلها عن فن الحوار. طبعا هناك حلقات كانت عن فن الحوار مع الأبناء، فن الحوار مع الأطفال، فن الحوار مع المراهقين، ولكن أقصد بالحوار الحوار المجتمعي، حوار الجزء مع الجزء، الكل مع الكل، حوار الأفكار، حوار الاختلاف ده يعني الآن الحاصل الآن في الواقع. يعني الاختلاف وارد وهو سنة كونية ولا محالة سيكون، وسيكون إلى قيام الساعة، هذا شأن وأمر لابد أن نسلم به ونعرفه تماما، حتى لا يتصور ويتخيل أحد الناس أن يكون هناك يعني سلام ووئام وتواصل وتوافق وتناغم وانسجام تام بين بين البشر إطلاقا. إحنا 6 مليار على الأرض، مختلفين زي بصمات الأصابع في أشياء كثيرة، ولكن متفقين في أشياء أكثر، متفقين في أشياء أكثر يعني. ولكن سوف نختلف نعم، لكن لا ينبغي أبدا أن يصل الاختلاف إلى خلاف، وربما يؤدي هذا الخلاف إلى خلاف بين القلوب، ومن ثم يأخذ هذا الخلاف بين القلوب جانب سلوكي ونزوعي كأعمال عنف. إذن ربما نختلف فكريا، ربما نختلف في الآراء، ولكن ربما نختلف أيضا في التعبير عن وطريقة التعبير، ولكن لا ينبغي أن يصل الاختلاف الفكري إلى اختلاف قلبي فيصل إلى اختلاف سلوكي فنتنازع وتفشل ريحنا كما قال ربنا. هناك ثلاثية دائما معروفة في التعاون أو التواصل بين الناس، التعاون، التنافس، الصراع. التعاون ذلك الأجمل لا شك، التنافس مطلوب، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون مطلوب، أن نتنافس ونختلف في الرؤى مطلوب، ولكن أن نتصارع فذلك مذموم مذموم لا شك. نتصارع سواء بالألفاظ أو إلى آخره، لأن ما يعني ما هل يصح لي وهل يجوز يعني وهل ينفع أن أنا أقول ما يتم الآن على بعض القنوات ليس إلا اختلاف إعلامي أو اختلاف وجهة النظر، إنما ينزل لمستوى الردح الإعلامي إن كان يجوز هذا اللفظ يعني، لكن الكلام يدل على ذلك الحقيقة يعني. ربما أختلف مع حد في الرؤى والأفكار، لكن يفضل ألا أختلف مع الشخص نفسه. إحنا كشخصين يعني دائما بقول ربما إن أنا أنزل عن وجهة نظري في إن كانت أشياء غير عقدية، وإن كانت أشياء غير يعني مبادئ راسخة وثابتة وإلى آخره، ويعني قضية يعني ولا أبراء، لكن ربما أختلف عن بعض الآراء بحيث أن أنا أخسر الرأي وأكسب الشخص. بين الزوجين أخسر الرأي وأكسب الشخص، بين الأب والأبناء والأم والأبناء أخسر الرأي وأكسب الشخص. الرأي ربما يختلف، لكن الشخص لو اختلف هتبقى مشكلة خطيرة جدا جدا، وربما أنا يبقى على رأي بكرة يبقى على رأي آخر، وربما غيري على رأي بكرة يبقى على رأي آخر، وإحنا موجودين مع بعض. أهم حاجة أن إحنا ما زلنا موجودين مع بعض، لازلنا بكرة هيبقى في وجهة نظر مختلفة في موضوع تاني، وربما يتضح بعد فترة حد تاني رأي على الصواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري على خطأ يحتمل الصواب، وارد جدا. يعني مسألة الاختلاف في الرؤى دي قد تكون، لكن الاختلاف في المشاعر هتبقى مشكلة أحيانا. لكن قد يصل أنك ما تحبش اللي أنت مختلف معاه، لكن هناك أدب حوار لازم يغطي هذا الاختلاف، هناك أدب حوار، لأن القلوب بين أصبعين وأصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، وربما لا أستطيع التحكم في مشاعري، ولكن ينبغي أن أستطيع أن أتحكم في عقلي وفي أفكاري بحيث أن ما توصلش لسلوكيات وسلوكيات حقيقة عنيفة يعني. الحقيقة من ضمن الحاجات يعني الظريفة أنه كان في اتنين مختلفين، هو واحد وصاحبه
في مجال العمل، بس هم حبايب وهيظلوا حبايب، وهتعدي الازمه تلو الازمه والازمات ويظلوا برضو حبايب، لان هم بيجمعهم حوالي مثلا 95% من نقاط الاتفاق، ربما 5% نقاط اختلاف. ما ينفعش ان انا انظر الى يعني الطوبه في النهر الجاري واترك النهر الجاري، ما ينفعش ان انا انظر الى النقطه السوداء في الورقه البيضاء واسيب الورقه البيضاء، نسبه 99% من الورقه بيضاء. ما ينفعش ابص على نقاط الاختلاف اللي بيننا قد تصل الى 10%، لكن نقاط الاتفاق 90% ولا يغلب 10 من 90. مش ممكن، مش ممكن 10 هتغلب 90، طبعا 90 هتغلب 10، ولكن احيانا بقى في عناد والشيطان يتدخل وما شابه. طيب اخد الاتصال وارجع لحضراتكم. دكتور محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله بخير يا أختي الله يكرمك. كنت عايزة أقول لحضرتك يا دكتور، أنا معايا ولد، هو ولد وحداني. أيوه. وهو عنده 13 سنة في أيوة. الفترة في المرحلة الإعدادية. هو عندنا وعنده الأساسي عنده إن أعاده على الكمبيوتر وعلى النت. وانا حاولت بقدر المستطاع طبعا ان هو عشان يذاكر وعشان يبقى هو عن فكره يعني مستواه في المدرسه 80% او 85%. تمام. بيلعب على النت جوه البيت ولا بره البيت؟ نعم. سايبر بيلعب على النت جوه البيت ولا بره البيت في سايبر؟ لا في البيت. في البيت. تمام. في البيت. يعني اخف الضررين، اخف الضررين. نعم. اخف الضررين يعني على الاقل هيبقى تحت السيطره وتحت بس اهم حاجه عندي هو معانا في البيت. ما اهم حاجه عندي ان الكمبيوتر او اللاب يكون في مكان محدد ما يدخلش مع اوضه النوم. انا ويكون في الكمبيوتر او اللابتوب. انا بقى المشكله في انا عايزاه زي ما اقول له زي ما تقعد على الكمبيوتر اقعد ذاكر، نفسي اشوفك بتقعد على قدر ما بتقعد قدام الكمبيوتر. ايوه. تقعد تذاكر طبعا. هو يقول لي انت ازاي انا نفسي ان انا لما اتكلم معاه يبقى ان اوصله ان ده انا خوفي عليه، وبعدين ان هو عايزه يبقى مستواه افضل واحسن، وبعدين ما اعرفش بحس ان هو بيتقبل كلام انت مش شايفه بس ان انا قاعد قدام الكمبيوتر ما بتشوفيش غلطي ما بتشوفيش اللي انا بقعد اذاكر، رغم انه والله العظيم انا حاسه ان انا ما بشوفه اصلا ربع ساعه ونص ساعه بيقعد يذاكرها. طب النت بيدخل على الفيس على ان هو بيحضر الدرس وخلاص. طب النت بيقعد على الفيس مع اصحابه مثلا ولا بيلعب العاب ولا بيعمل الاثنين. ايه؟ الاثنين. ممكن الفيس بيخش مع بيقعد يتكلم مع اصحابه برضو، اصحابه في المدرسه وانا عارفاهم. طب ما يحاول برضو عشان بس ايه برضو يعني دايما فن استثمار المشكله، بمعنى انه لو بيتكلم على الفيس مع اصحابه ما نحاول نحول هذه يعني ضياع الوقت لاستثمار الوقت، بمعنى ان ممكن اثنين كويسين يتفقوا وهنريح شويه ممكن نقعد نتكلم على الفيس في ذاكرت ايه وما ذاكرتش ايه ووصلت لغايه فين وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يعني حول المساله بشكل ايجابي يعني. ما للاسف والله ان الفتره يعني هي اصلا هي مشكله ناس كتيره يعني انا بتكلم والله العظيم فيها، لان انا حاسه ان في اولاد كتير بنفس الاسلوب بتاع ابني ده، فانا بتمنى ان ازاي ان الواحد يتحاور معاه ويتكلم معاه ان يوصل بيه لمرحله افضل ويبقى حابب ان هو يذاكر، مش يبقى ضغط عليه نفسي ان انا اخليه يذاكر لازم انت تذاكر بس. دور والده في الموضوع ايه؟ دور والده والده شايل ايده خالص من الموضوع ويقول لي انت شايفه اللي هو بيعمله ايه، ونزعق له او اتكلم معاه وانتم ما بتشوفوش، هو ما بيشوفنيش انا بذاكر امتى، هو كده بابا بيبقى في الشغل وانا ما بيشوفنيش انا بقعد اذاكر. لا اتصور انه يعني احنا محتاجين نرجع نسمع حلقه الاب الحاضر الغائب، هنلاقي الحلقه على موقع قناه الرحمه وعلى موقعي وعلى صفحه الفيسبوك. الاب الحاضر الغائب، مهم جدا ان والده يسمع هذه الحلقه، لانه انا بقول دايما انه ما قبل سن ال 12 مسؤوليه الام 75% ومسؤوليه الاب 25%، اذا تعدى الولد يعني سن ال 12 مسؤوليه الاب 75% ومسؤوليه الام 25%، لازم الاب يعرف كده كويس جدا، لانه بدا يستاسد على حضرتك دلوقتي وبدا يعني شويه هيستقل. نعم ويعتبر نعم انه نعم اللي حضرتك بتقوله فعلا. تمام. عشان كده انا محتاج بقى الاقوى منه الاب. انا المفروض ان انا سيطرت عليه. لا انت متخيله ان انا لسه عيل صغير؟ لما اقول له ذاكر يقول لي انت متخيله ان انا عيل صغير؟ انا مش عيل صغير، انا كبرت يا ماما، المفروض تبقى عارفه ده. تمام. طيب ليه اخوات بيذاكروا معاه؟ لا هو ولد وحداني وحيد. طب كان مدلل وهو صغير؟ ممكن عشان مرينا بمرحله ما يعني، فكان ممكن كان يعني والله مش قوي يعني. جه متاخر ولا تعب؟ نعم. جه متاخر في ولا تعب ولا لا كان تعبان؟ لا هو ما جاش اصلا، هو ملوش بقول لك اخوات، فايوه هو فعلا احنا جبناه يعني بعد فتره بس ده اللي انا قصده. خلاص تمام. ماشي. شكرا لاتصال حضرتك. شكرا.
للاخت ام رقيه. اتفضلي اختي. السلام عليكم. وعليكم السلام. بالراحه علينا، واحده واحده. معلش حضرتك، هو انا عندي بنتي كبيره يعني خلاص في شهر واحد هتكمل 3 سنين. تمام. وصغيره هي لسه المولود عندها شهر. فحضرتك هي بنتي الكبيره يعني من اواخر وانا حامل كده بقت تعمل حركات غريبه، بقت مثلا ما بتسمعش الكلام، بقت تعمل حمام على نفسها. اللعب كانت هي مطيعه جدا، كانت مثلا اللعب تلعب بيها وتقوم لماها، دلوقتي لا بقت ترميها، تشوف اي حاجه بتضايق الواحد وبتعملها. ودلوقتي بقى ماسكه اختها بتضربها ومره بتخزق لها عينيها وساعات بتشيلها ترميها. يعني حضرتك يعني باباها دلوقتي زي واحنا، او انا بقيت كنت الاول بعملها ضرب كنت بضربها. ايوه. انما بعد كده سمعت يعني سمعت المحركه لحضرتك عن الضرب وكده فبطلت. تمام. فرجعت تاني بقت دلوقتي اي حاجه مثلا اقول لها عليها لا تقوم ضرباني انا مثلا، تعض تشد شعر معايا ومع اختها. باباها بتخاف منه خالص يعني. يعني مع باباها بتكون كويسه؟ هي هاديه يعني بتجيلها حاجات هدوء. انا حاسه يعني هو ده غيره، مش فرط حركه ولا حاجه، لا هي هاديه وبتلعب. برافو عليكي وشاطره، جميله قوي. بس هي مشكله الغيره بس. طب شاطره اهو كده حضرتك بقى ايه يعني حطيت نقطه ايدك على نقطه في غايه الاهميه، فكره ان ربما يكون احيانا العصبيه الزياده ولا انها تشد وشنا وشعرنا وبتاع ربما يوصل لمرحله مثلا فرط حركه، وده ربما يرجع لافراز يعني زياده افراز الغده الدرقيه او احيانا كهرباء زياده في المخ. فحضرتك فصلتي دلوقتي انه مع الاب بتبقى زي الفل، معاكي بتبقى احيانا كده لانه الاب ما بيرضعش لكن الام هي اللي بترضع. ما فيش غيرة من أخوها لما يكون من أختها لما يكون مع الأب، لكن في غيرة من أختها لما تكون مع حضرتك أثناء الرضاعة وهكذا. فأنا محتاج كل حضرتك كل فترة ترجعي تسمعي حلقة يعني الضرب تاني، وموجودة على موقع قناة الرحمة وعلى موقع. لا أنا خلاص بطلت أضربها، بس هي حضرتك دلوقتي مثلا بتضرب أختها فأنا يعني بلومها، فمش عارفة اللوم ده غلط ولا إيه. بطلتي من إمتى؟ انا فطمت على سنه وتسعة شهور ونص. لا انا بتكلم بطلت ضرب من امتى؟ من شهر؟ لا بقى لي حوالي اسبوعين بس. طيب اسبوعين، فكرك انه العربيه لو انا دلوقتي يعني عايز اقف هتقف فجاه كده وانا ماشي على الرابع، ولا هتاخد شويه لغايه لما تقف؟ يعني اتصور ان الاسبوعين مش كافيين علشان البنت يعني البنت تغير فكرتها عن حضرتك وتغير فكرتها عن وجهه نظرك، انها متوقعه دلوقتي للان انها تضرب برضه، ومتوقعه انه خلاص هي ما بقتش محبوبه والى اخره يعني. فاتصور انه يعني لو بطلنا ومسكنا نفسنا فعلا من 21 يوم الى شهر هتبقى كويس. يعني لمده شهر ابطل ضرب هلاقي النتيجه يعني باينه. النتيجه بعد 21 يوم الى شهر باذن الله خلاص، لغايه لما تطمن تماما انه ده مش هيرجع تاني يعني. للاخت ام عمر، السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. اتفضلي اختي. انا ابني عنده 3 سنين. ايوه. وهو عنيف جدا مع اخوه الصغير عنده 5 شهور، كل شويه بيضربه وكل شويه بلطش فيه. وبرضه مع ابن عمه، وابن عمه اصغر منه ب4 شهور. عنيف برضه معاه، بيضربه وبيعضه من غير سبب. وكل حاجه لما بيلاقيها برضه في الارض بيحطها في بقه. دي حاجة مضايقاني برضه منه، كل حاجة يحطها في بقه. الرضاعة يا أم عمار كانت قد إيه؟ لأن ده غاية في الأهمية بالنسبة لسؤالك ده، الإجابة الرضاعة كانت قد إيه؟ أنا فطمته وهو عنده سنتين إلى 3 أشهر. سنتين إلى 3 أشهر، كانت الرضاعة مشبعة ولا في مشكلة؟ لا هي بصراحة ما كانش الرضاعة مشبعة. تمام. أنا تمام. كنت يعني فطرت سنة كانت الرضاعة حلوة. من بعد سنة كانت الرضاعة قلت جدا عندي. ويحط صباعه في بقه طبعا. نعم. بيحط صباعه في بقه. إيه لا هو كل حاجة يلاقيها في الأرض يحطها. عصاية، مسمار، أي حاجة يلاقيها في الأرض، طوبة، أي حاجة يلاقيها في الأرض يحطها في بقه. فديت حاجة مضايقاني خالص وعايزة إزاي أتخلص منها. تمام. وكمان إن هو ما بيتكلمش خالص. عنده 3 سنين وما بيتكلمش تماما. نعم. ما بيتكلمش تماما. ما بيتكلمش الا ماما وكل حاجه بالاشاره. ايوه ايوه ايوه. فانا عايزه اوديه الحضانه، حضرتك تقترح عليا اوديه الحضانه؟ لا ما يروحش الحضانه دلوقتي، اقترح ان هو يروح تخاطب الاول فتره
وبعدين نبقى نوديه الحضانه، يعني على الاقل 3 شهور تخاطب وبعدين نوديه الحضانه علشان عايزه يدخل وهو يعني يعني عارف على الاقل يعني يقول كلمات على الاقل. يعني الحضانه خلي تنمي اللغه حتما طبعا، الحضانه بتنمي اللغه وبتنمي التواصل، بس عايز الاقل على لما يكون هو عنده قدره على حتى بعض المفردات اللي يقدر يتواصل بها مع الاولاد علشان ما يحسش ان هو اقل من منهم وبالتالي يعني ثقته بنفسه تقل تماما يعني. ايوه تمام. لا اخت الاخت ام احمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا اختي. دكتور معايا؟ اه مع حضرتك، اتفضلي يا اختي. بصي يا دكتور، انا مشكلتي الحقيقه انا اتجوزت وانا في الكليه، فخلفت ولادي في الكليه يعني. ايوه. فعانيت معاناه شديده جدا معاهم في تربيتهم الحقيقه يعني. انا معايا 4 اطفال. معايا يا دكتور؟ مع حضرتك، اتفضلي. فالحقيقه يعني بحس ان انا قصرت في تربيتهم جامد او مش عارفه اربيهم الحقيقه. فعايزه حضرتك تفيدني في الموضوع ده، خاصه ان احنا بلد فلاحين. فما عندناش المستويات الهاي مثلا كلاس في 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 التعليم، او ما بنوديش ولادنا مدارس يعني خاصه ولا كده، مدارس حكوميه عاديه، وكمان ما فيش حضانات عندنا. فبالتالي ولادي للاسف الشديد بيدخل على مدارس على طول. بنتي الكبيره في ثالثه ابتدائي مستواه حلو جدا الحمد لله، لكن ابني الصغير احمد ده هو السنه الثانيه ابتدائي، لكن بعاني معاه جدا في موضوع الفهم. معايا يا دكتور؟ مع حضرتك، اتفضلي. تمام. فهو للاسف يعني انا مش عارفه اعمل معاه ايه. ابني الثاني ده هو يعني حفظه من القران، مهتم جدا باللعب مع الاطفال بره كده. احنا عندنا هنا طبعا ايه، ما فيش موضوع الشقق المقفول علينا ولا كده، لا احنا عاديين جدا. تمام تمام. بلد فلاحي جدا. فبيلعب مع الاطفال، ما بقدرش احكم ولا اسيطر عليه مع ان للاسف يعني متعلمه وكده، لكن للاسف البيئه بتحكم عليا ان انا مش قادره ازاي اسيطر عليهم خالص. حضرتك قلت لي تزوجت وانت في الكليه؟ يعني بعد الثانويه العامه على طول. وكملت التعليم؟ كملت تعليم لحد ما خلصت كليتي، والوقت حاليا انا موظفه. موظفه؟ من امتى؟ 2006. يعني حوالي 6 سنين. ست سنين، والولد يعني تانية ابتدائي، قولي مثلا 8 سنين ولا 7.5. هما الاثنين يعني بنتي الكبيرة وابن الصغير دول خلفتهم اساسا وانا في الكلية. يعني احمد ده جبته في سنة رابعة كلية، والحمد لله برضو معايا طفلين تاني برضو، انا لسه كمان معايا. طب قولي لي الاربعة كده السن للاربعة، سن الاربعة، سن الاربع اولاد. الكبيرة 9 سنين والصغير. لا 9 سنين ازاي، هي في سنة كام؟ تالتة ابتدائي. الكبيرة؟ تالتة ابتدائي. واحمد 8 سنين. ايوه. واخوه اصغر منه 3 سنين ونص. واخته الاصغر خالص 40 يوم. تمام. طيب اجيبك ان شاء الله يا ام احمد. شكرا يا دكتور. شرفتيني. طيب اكمل بس المقدمه اللي انا كنت بقول لحضراتكم عليها، لانه يعني واجب على كل الناس انها يعني تكون وسيط بين فريقين. ويعني من ناحيتي، من الناحيه النفسيه، المفترض كيف يدار الصراع، او على الاقل خالص فن اداره الازمه المفترض انه يكون ليها مجال في هذا الوقت. واداره الازمه المفترض انه احنا الازمه مش بس نقص اكل ولا نقص شرب ولا نقص بنزين ولا نقص سولار ولا ما شابه، لا، هنا الازمه المفترض كيف يدار الحوار. دي ازمه مجتمعيه، فالمفترض ان يبقى في تدخل للدوله بشكل او باخر، لمؤسسات المجتمع المدني وما شابه. علشان كده يعني المفترض ان شاء الله لو كان في العمر بقيه هعمل الحلقه الكامله عن فن اداره الازمه او فن الحوار بين اي طرفين، بحيث ان احنا ما نخسرش بعض ونستمع لبعض كويس. يعني ايه فن الانصات؟ يعني ايه فن الحوار؟ كيف وصل وجهة نظري للآخر؟ كيف في النهاية نوصل لأن احنا ما نختلفش على مستوى المشاعر وعلى مستوى القلوب، لكن ممكن نختلف على مستوى الرؤى. وتخيل انه في يعني انا ارجع. طيب اخد فاصل وارجع اكمل مع حضراتكم كيف يمكن للفريقين ان يتواصلوا بدون اختلاف في القلوب واختلاف في السلوك يوصل الى يعني شيء لا نرتضيه. فاصل وارجع لحضراتكم.
والفرحة جائزة كبرى سنعود بإذن الله والنصر ما أبهى شرعون يحفظنا يدعو للبهجة والبشر أريد تعدى والفرحة جائزة كبرى عدنا بفضل الله والنصر ما أبهى شرعون يحفظنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة اليوم وهي بعنوان استشارات تربوية. كنت قبل الفاصل يعني أتلقى استشارات ومعايا استشارة الأخ هشام. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الله يبارك في حضرتك. ربنا يحفظك ويكرمك ان شاء الله ويجزيك خير عننا يعني. الله يكرمك بارك الله فيك. واشكر قناة الرحمة والعاملين عليها وعصوم الشيخ محمد حسان، يعني ربنا يحفظه ويبارك فيه. الله يكرمك بارك الله فيك. ربنا ينصر المسلمين جميعا في سوريا وبورما وجميع المسلمين ان شاء الله. ربنا الله يبارك في عمرك. عشان ما اطولش حضرتك، يعني عندي سؤال كده واستفسار من حضرتك. اتفضل. هو انا عندي طفلة عندها سنتين، بنت. ايوه. يعني على طول عصبيه كده ونرفز شويه ولازم كل حاجه اللي هي تطلبها، يعني لما طلبت الحاجه دي تقعد تعيط. وكنت بشغل لها حاجات كرتون كده على الكمبيوتر، فلو ما الحاجات دي ما اشتغلتش تقعد تقول لي نيه نيه، يعني اغنيه اللي على الكمبيوتر، لعبه لعبه، وتقعد تعيط وتتنرفز. دي حضرتك حاجه. الحاجه الثانيه هستاذن حضرتك في الموقع بتاع حضرتك، يعني ممكن حضرتك تحط الأسئلة اللي بتورد على حضرتك والإجابة أنت حضرتك مثلا تجاوب عليها. طيب، يعني هو بس أنا عندي فعلا في مشكلة كده، الموقع شغال وكل حاجة بس بحدث، وهيبقى في مكان لتلقي الاستشارات إن شاء الله، وبرضو حتى صفحة الفيس برضو ربما يعني نبعت لغاية لما بس برضو في مشكلة هرد على حضراتكم برضو، وعن طريقها أو عن طريق برضو الأسئلة اللي ممكن ترد إلينا يعني، وأرد عليها هنا إن شاء الله. يا طيب، جزاك الله خير. وجزاك يا أخي الله يكرمك. الله فيك. طيب ماشي. الأخت مي، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله بخير يا أخت، الله يكرمك. بقول لحضرتك يا دكتور، أنا عندي بنتي عندها 3 سنين و4 شهور. أيوة. أنا مشكلتي مشكلة بجد، يعني هي تعبتني نفسيتي بجد. عصبية جدا جدا. مخها ناشف قوي قوي قوي، يعني فوق ما اقولكش حضرتك، يعني قوي قوي دي لحد الصبح. انا بقى عصبيه معاها، يعني مخها ده ناشف جدا، مش عارفه اتعامل معاها ازاي، لحد ما ممكن اضربها ضرب يسيبها. ايوه، يسيب لها علامه في وشها، ضرب عنيف. وديتها حضانه قعدت فيها، كل حضانه وديها فيها تقعد فيها 20 يوم، وبعد كده تاخد موقف من الحضانه، مش عايزه تروح اي حضانه، اجيب لها سيره الحضانه تنهار. لا حضانه، لا مدرسه، لا. حضرتك اول مره وديتيها الحضانه كان سنها كام؟ كانت 2 سنين وكانت داخله على 3 سنين حضرتك. ايوه ايوه. فمش عارفه اتعامل معاها، بص شقيه جدا قوي. كل ما اروح لحد، كل ما اروح عند اي حد يقول لي بنتك دي غريبه، حركاتها زايده قوي، لحد ما بعدت بيها في البيت. مش عارفه اتعامل معاها ازاي بجد حضرتك، يعني اخرهم امبارح ضربتها جامد جدا، يعني عشان نشفت يعني دماغها على حاجه معينه، والحاجه دي ملهاش حل يعني. طيب، هل حضرتك او والدها عصبيين؟ ايه؟ حضرتك او والدها حد عصبي فيكم؟ انا عصبيه جدا. تمام. بس هي بتعصبني اكتر فبتخليني معاها كده، فغصب عني، فبجد يعني اتعبت لي اعصابي. الرضاعه استمرت معاها قد ايه؟ 1 سنة و4 شهور. فزنانة قوي يعني الحضرات لما بتفتح في العياط ما بتفصلش، مش زي اي طفل كده، طب يا حبيبي اجيب لك حاجه حلوه، طب يا حبيبي، طب مش عارفه ايه، مفيش. بتعملي ايه لما هي تعيط؟ يعني لما هي بتعيط ساعات انا باخدها، طب معلش يا حبيبتي، طب اهدي، طب اجيب لك حاجه حلوه، طب اجيب لك الحاجات، مفيش، ما بتفصلش حضرتك. يعني بقول لك حضرتك، يعني من ضمن المواقف امبارح، انا في عربيه اختها باخدها فيها الصغيره وبخرج بيها، هي صغيره فمصممه ان هي تركب وراها، فمش هينفع العربيه صغيره لا في الشارع بقى، يعني بهدلتني في الشارع جامد قوي وعياط. اخوها عنده قد ايه؟ عنده قد ايه في السن يعني حضرتك؟ اه 31. عنده كام؟ عنده قد ايه؟ 31 سنه. 21 سنه؟ 31. ده الاخ الاكبر. اخوها حضرتك قصدي، لا اخوها عنده
11 شهر. 11 شهر. اختها. اختها. اه. تمام. بس كانت عايزه تركب العربيه مع اختها. عايزه تركب مع اختها عربيه البيبي. عربيه البيبي بتاعتها. تمام تمام تمام. طبعا الموضوع ملوش حل يعني. فولا سايباني ارجع ولا سايباني امشي بتزن وخلاص ماسكه فيها ومصممه. أيوة. مصممه يعني طب حاجه حلوه طب اشيلك طب مش مفيش حاجه ماشيه معاها خالص. طيب اجيب حضرتك ان شاء الله يا اختي. طب ممكن حضرتك اخد رقم تليفون حضرتك؟ طب اتفضلي حضرتك خدي من الكنترول. طيب يعني دقائق معدودات أكمل حديثي مع حضراتكم عن الحوار المجتمعي وكيف يكون وأعطي لحضراتكم يعني إيه قضية معينة. تخيل أنه في فريقين أنا لا أريد ويعني فكر أن نقسم البلد لفريقين والكلام ده كله أنا ضد يعني لكن أنا بتكلم حتى لو زوج وزوجة لو معلم وتلميذ لو أب وابن أو أم وابن لو مدير وموظف لو أي اتنين في أي مكان تخيل أن طاقة أحدهما 10 10 ده رقم يعني افتراضي كده تخيل أن طاقته أو قوته الجسمية أو النفسية أو ما شابه يعني هو طاقته 10 هو 10 تمام وطاقة الآخر 10 برضو قوته الجسمية أو النفسية أو الفكرية أو وجهة نظره أو ما شابه يعني 10 و10 في فريقينهم أو ذاته آخر أيا كان الآخر تمام ونسقط هذه يعني الفكره او المساله على ما يحدث الان في واقعنا يعني عشان بس ناخد بالنا ممكن فعلا نصل لفين يعني ذات اخر او فريق وفريق تخيل القضيه نمط التفاعل اللي بينهم هيحسم النتيجه يعني النتيجه اللي هتكون في النهايه شكلها ايه يعني اذن لو اتدربنا على نمط التفاعل وغيرنا نمط التفاعل هناخد نتيجه ايجابيه لو نمط التفاعل سلبي هناخد نتيجه سلبيه بمعنى تخيل معايا يعني التجربه دي 10 و10 ذات واخر زوج وزوجه ابن واب او ام وابن او فريق وفريق او ما يحدث الان في المجتمع يعني فريق 10 وفريق 10 طيب حط كده نمط التفاعل رايك 10 ناقص 10 يساوي كام صفر يعني قوتنا قوه الزوج وقوه الزوجه لو هما ضد بعض عكس بعض يعني في النص نمط التفاعل ناقص ضد بعض كل واحد ينقص من الاخر كل واحد لا يعترف بوجود الاخر كل واحد يجرح ويشوه في الاخر يبقى الذات ناقص الاخر الفريق الأول ناقص الفريق الثاني يساوي صفر هذه علاقة تضاد ودي مشكلة ودي اللي ربنا قال فيها يعني ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم قوتكم سوف تذهب هي دي بالضبط تذهب قوتكم تماما يبقى العلاقة إن كانت علاقة تفاعلية بالسالب ناقص ضد بعض نشوه بعض لا نعترف بوجود الآخر تماما نلغي الآخر تماما يبقى قوتنا في النهاية كمجتمع صفر قوتنا في النهاية كسعادة زوجية بين زوجين صفر قوتنا كعلاقة بين أم وابنها في النهاية صفر قوتنا كفريقين مختلفين في بعض الآراء والرؤى والأفكار صفر طيب غير نمط التفاعل وحط الذات والآخر حط الفريق والفريق الآخر حط 10 وغير نمط التفاعل وخليه زائد يبقى الأول كان ناقص دلوقتي حط زائد 10 أو حط على أنا آسف حط على 10 على 10 يساوي 1 أي أن القوة الناتجة هتبقى واحد قوة بين الزوجين أو بين الفريقين أو ما شابه ذاته آخر يبقى هنا في علاقة انقسام بين الفريقين يبقى 10 على بعض هناك ضد بعض وتضاد كامل ونفي للآخر وعدم اعتراف بوجوده تماما هنا 10 على 10 يساوي قوة 1 طب إيه رأيك لو تعاوننا لو اختلفنا في الرؤى بس احنا ما زلنا مع بعض متعاونين هيبقى 10 زائد 10 يساوي 20 هتبقى طاقتنا 20 ده لو اختلفنا في الرؤى والأفكار وما اختلفناش قلبيا وتعاوننا بشكل أو بآخر وتعدي الأزمة ونبقى مع بعض 10 زائد 10 يساوي 20 طب خد نمط التفاعل الأخير والقوي والفعال والإيجابي 10 في 10 يساوي 100 طاقة سواء كان زوج وزوجة 10 في 10 يساوي 100 سعادة زوجية 100 علاقة جيدة بين الأب وأبنائه والأم وأبنائها 100 علاقة جيدة بين الرئيس والمرؤوس 100 علاقة جيدة بين الفريق والفريق يبقى 10 في 10 يساوي
100 ده المنتج الطاقة. في يعني حب، في يعني تعاون، في يعني تفاهم، في يعني تناغم، في يعني تفاعل إيجابي، في يعني تواصل إيجابي. طبعا ده يعني مش هيكون بدرجة 100%، مش هيكون زي ما قلت في البداية، ولكن على الأقل نبقى فاهمين إن نمط التفاعل اللي بيننا هو اللي ممكن يخلينا في الأول خالص ناخد صفر، لو كان 10 ناقص 10 يساوي صفر، وممكن نغيرها وتبقى 10 على 10 تساوي 1، ممكن نغيرها، احنا قادرين على تغييرها وربنا ادانا العقل عشان نغير، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. 10 يعني زائد 10 هيساوي 20 طاقه قوه للمجتمع، 10 في 10 هيساوي 100. يبقى اذن هنا في الحب مازال موجود، التفاعل مازال موجود، يبقى محتاجين نتعلم فن الحوار، ازاي ان احنا نتحاور، ازاي ننصت لبعض، ازاي نسمع بعض، ازاي كل واحد متشبث برايه في الاخر خالص هتعدي الازمه وهنبقى برضو مع بعض. والحقيقه كان في اتنين نموذجين ايجابيين، يعني هم مختلفين زي ما كتير جدا جدا من الناس مختلفين، تمام. المهم كان شغال مع صاحبه في مكان ما وفي حجره واحده في مكان واحد يعني، فدخل عليه الصبح وبيقول له واحد مع فريق خلاص والتاني مع فريق تاني، او كل له وجهه نظره يعني، فواحد يعني ملتزم يعني ليه وجهه نظر مع فريق ما، دخل هتفهمه مع فريق اخر الاخر، فدخل عليه بيقول له صباح الحريه والعداله. فبيقول له يعني ما قال له بقول لك ايه، مش احسن ما اقول لك صباح النور؟ المهم ضحكوا. المهم في النهايه خالص هم مختلفين في وجهه نظر او الراي او ما شابه، لكن في النهايه هم مع بعض في مكتب واحد، لو ضد بعض هيكسروا المكتب، لو على بعض مش هينتجوا، لو تعاونوا هينتجوا 20%، لو تفاعلوا بحب هينتجوا 100%. من ضمن المواقف برضو اللي انا بعتبرها يعني ايجابيه، خلاص موقف لي انا شخصيا مع حد يعني تبعي بلدياتي خلاص. المهم اختلفنا في امر ما، ده وقت يعني او انتخابات الرئاسه وما بعدها يعني، فانا ليا مرشح الدكتور محمد مرسي صراحه، لكن هو ليه مرشح ومش هقول عليه، هو متشبث بيه جدا وانا مقتنع بمرشحي جدا، وكل له وجهه نظره وكل له افكاره بشكل او باخر. المهم فضلنا نص ساعه نتحاور ونتناقش، وربما الصوت يعلى وينخفض والى اخره، ولكن بحب. وفي النهايه قلت له بص احنا اهل وحبايب صح؟ قال لي قلت له احنا متفقين بنسبه 99% بيننا وبين بعض تاريخ وحياه وعلاقه وكذا. قال لي تمام زي الفل. قلت له انت عندي احسن من المرشح اللي انت بتتكلم عنه بصراحه يعني. فاثرت وجدانيا، فقال لي الله يخليك يا دكتور. فقلت له وبيني وبينك انا وانت احسن من المرشح بتاعك. قال قلت له لكن انا وانت مش احسن من الدكتور محمد مرسي. فطبعا بدا ينفعل تاني، خلاص قلت له سلام. المهم ان احنا يعني طوال الحوار وخرجنا مع بعض وبنسلم على بعض وبالحضن، طوال الوقت كان في اختلاف في الرؤى، وخرج كل واحد برضه متشبث بوجهه نظره، متشبث بالمرشح بتاعه، متشبث بالافكار اللي جواه، لكن على الاقل في تواصل بيننا. ربما هو يختلف في وقت من الاوقات في وجهه نظره احتمال، لكن انا اختلف احتمال لا. عشان بس انا بوصل رساله للبعض يعني. طيب دي كانت رساله، يعني بما ان انا راجل نفساني فكان المفترض انه يبقى في فن الحوار، وكيف يعني ندير هذه الازمه من الناحيه النفسيه، وكيف ندير تفاعلاتنا وطاقتنا النفسيه بحيث ان احنا في النهايه يعني تعدي الازمه ان شاء الله، وهنوصل ونبقى مع بعض، وهنبقى مع بعض وهنكمل مع بعض على الطريق. ما ينفعش ان احنا نكسر بعض على الطريق، ينفع نختلف لكن في النهايه هنلاقي نفسنا في يعني مواقف هتيجي تانية كتير، ربما كل واحد هيبقى واخد وجهه نظر الاخرى. خلونا نتعايش مع بعض ايا كانت وجهه النظر، بس اهم حاجه عندي ان احنا نحترم بعض. يمكن نحب بعض دي مساله قويه جدا، يمكن كنت بتكلم مع بعض اخواني في القناه وصلنا واحنا مختلفين في الرؤى والافكار والى اخره، لكن في النهايه كان في ادب للحوار وكان في حب، والحب يدوم بين أي طرفين طالما في الاحترام ابتداء يعني. طيب اسمحوا لي قبل أن أجيب لي يعني تساؤلات أخواتنا اللي سألوا النهاردة، أجيب عن بعض الاستشارات السابقة في يعني مسجات سريعة كده. أختنا كانت من الجزائر كانت بتقول ابني يا دكتور 6 سنين وهو عنيد يعني. أنا عايز حضرتك برضو ترجعي لحلقة كيف التعامل مع الطفل العنيد او ترويض الطفل العنيد، او كيف تجعل ابنك العنيد مطيعا، ربما بنفس المسمى كيف تجعل ابنك العنيد مطيعا، على موقع قناه الرحمه، هتلاقوه على موقعه وعلى صفحه الفيس برضه. لكن بشكل عام
العناد دايما بقول بين طرفين، بين طرفين، ما فيش حد بيعند لوحده على فكرة. لو حد وقف في الصحراء وعاش لوحده مش هيعرف هو أبيض ولا أسود ولا طويل ولا قصير ولا طيب ولا شرير ولا هيبقى معاند، هيعاند مع مين؟ العناد دايما بين طرفين. كتير جدا من الآباء والأمات اللي بيقولوا لابني عنيد بكتشف إن هم عنيدين أصلا، عنيدين لأن ده طبع، عنيدين لأنهم تربوا كده، عنيدين لأنهم كانوا مدللين وبرضو عايزين كل حاجة وما ينفعش زي ما كانوا أم لشروطي على الأب والأم برضو أم لشروطي على ابني لأن أنا أب كبير بس مدلل تربيت بطريقة معينة، أو إنه في حد شخصية وسوسية وبيبقى جاد جدا يعني وشخصية مثالية لكن عايز كل حاجة صح ومن وجهة نظره لا أقبل وجهة نظر الآخر كثيرا يعني مش مرن قوي، وبالتالي ابنه آخر فمش عايز لازم يعني يطول آخر، وبالتالي ابنه لذات ولذات مستقلة ولازم يعبر عن رأيه ولازم يقول أنا موجود ولازم يبدأ ينطلق ويبدأ يتحرك، ودي خطورة في غاية الخطورة إن أنا ما اسمحش لابني بقدر من الاختلاف. احنا لسه بنتكلم عن الاختلاف، فلازم أربي بقى فكرة الاختلاف من البداية، لازم أربي إن احنا فكرة احترام الآخر يعني مش الاختلاف في حد ذاته، لكن هنختلف هنختلف لا محالة. أهو كل اللي حاصل دلوقتي وكل الاستشارات يا جماعة بين الأب والابن اختلاف، العناد اختلاف، ولكن مازال أب وابن برضو. لدرجة إن أنا يعني في أم كانت عندي الحقيقة وبعدين بتقول لي يا دكتور أنا لا الولد كله غلط ووحش جدا جدا، قلت لها رأيك هستبدله بواحد ياباني أصلي أصلي يعني ياباني وأجيب لك ولد ما شاء الله يعني وسيم جدا وصحته ممتازة جدا وفي نفس الوقت ذكي جدا وكذا، وهاخد ابنك اديه لحد تاني وهجيب لك الولد اللي هو ايه يعني فول اوبشن ده. فقالت لا يا دكتور يعني مش للدرجه دي، لا هو ابني برضه يعني، طب اطلعي بره وتعالي لي اكتبي لي 10 مزايا فيه. فكتبت 10 مزايا فبدات تشوفه بشكل ايجابي يعني تمام. برضه تيجي ام تقول لي دكتور ما فيهوش ولا حاجه حلوه وما عملش ولا حاجه حلوه خالص، اقول لها هو صناعه صينيه ولا خلقه ربانيه؟ فتقول لي لا خلقه ربانيه. طيب ربنا ما خلقش حد وحش، ولقد كرمنا بني ادم لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم يعني في احسن تقويم. يبقى الفكره ان انا ابص على الجانب برضو الايجابي واحترم الاخر واحترم ابني، احترم ابني مش طالب منه يحترمك، احترمه ابتداء، احترم الاختلاف، احترم وجهه النظر، احترم رغبته، احترم تعبيره وعلمه التعبير وعلمه الاختلاف بهذا الشكل. لو انا دربته على الاختلاف بشكل سليم وما ضربتوش مش هيوصل لدرجه انه يضربني او ينقل العدوان على اخوه الصغير او يضرب الاخرين. يبقى انا محتاج اهو فن الاختلاف وفن الحوار من البداية، ورجعوا الفن الحوار واحد وفن الحوار اثنين، حلقتين متصلتين برضو موجودة على الموقع يعني. يعني ممنوع الضرب رقم واحد معي أختي، ممنوع العناد معي رقم اثنين. الضرب يعني أنا بنفي الآخر يعني أنا مش معترف بيك، يعني أنا بوصله رسالة إنه مش محبوب وإنه مش متقبل وإنه مش مرغوب فيه، فبالتالي أنا أزيد انفعاله وعصبيته. يشعر مني إن أنا حزينة ولكن مش غضبانة، الغضب يزيد العناد اشتعالا ولكن الحزن يطفئ الغضب، ينفئ العدوان أو العناد تمام والعنف. يبقى يشعر من إن أنا حزينة وهو أكتر حاجة حريص يعني. الطفل أغلب التساؤلات الطفل من 2 ل 6 تمام، وإن شاء الله يعني ربما الحلقة القادمة لو ما لحقتش أجاوب على إخواني وأغلب تساؤلاتهم متشابهة وأغلب السن من 2 ل 6، ربما الحلقة القادمة إن شاء الله فن يعني تربية طفل الروضة أو طفل الحضانة من 2 ل 6، ربما أخليها كلها كده علشان يبقى جاوبنا على حضراتكم وعلى الآخرين كيف أتعامل معه علشان يبقى في تربية مثالية، علشان يبقى في تربية إيجابية. ما ينفعش إن أنا طب لو أخطأ أعمل معي، أنا عايز في البداية هو يخطئ حتما بس بدل ما أقعد أعدد حلول أنا عايز أتعامل معها إزاي بحيث إن أقل المشكلات فأوتوماتيك هتقل الحلول يعني. قدر المستطاع ان انا مع الطفل العنيد حاول قدر المستطاع انا قلت احزن ومغضبش، لازم يشوف مني الحزن لا الغضب، وفي نفس الوقت يشوف مني تفاعل لا انفعال، يشوف مني تفاعل لا انفعال لان انا اللي بعلمه العنف بالضرب اهو، وبعلمه الانفعال لما بتعصب عليه واشتمه وما شابه، وفي نفس الوقت لازم انمي التواصل بينه وبين يعني اخوه زي ما اغلب الشكاوى اللي جت موجوده دلوقتي في مساله الغيره، لانه سن الغيره ما انتم عارفين دايما بكرر لحضراتكم يا ريت نطلع اجنده برنامج فن التربيه ونطلع ان الطفل في مرحله الروضه او مرحله الحضانه هو في العصر الذهبي للنمو الانفعالي، الغيره واخده شد وحده والانفعال والعصبيه، وفي نفس الوقت العصر الذهبي للنمو اللغوي، اللغه هتبدا تنمو وتنمو بشكل مطرد وشكل سريع جدا، والعصر الذهبي للنمو الحركي هيبقى اكبر وقت فيه حركه، فالمفترض ان اطلق الولد. وبعدين في الحديث لعبوا اولادكم ابناء سبح،
احنا اللي بنغلط في حقهم الحقيقة لما نكبت حريتهم وما يلعبوش ونجبرهم على ان احنا نعلمهم ده اسلوب مش مظبوط. اعلمهم باللعب ماشي، يبقى وقاية وتعليم وتربية وعلاج باللعب كله تمام من 2 لـ6 لما اوصل لبعد كده وادبوهم لـ7 او علمهم لـ7 مفيش مشكلة على الاطلاق. هعمله تخيير يعني للولد العنيد ده، هخيره ما بين كذا وكذا بحيث انه كل سندوتش كذا، لا مش واكل، لا طب يا حبيبي هتاكل ده ولا هتاكل ده، طب هتشرب اللبن دلوقتي ولا هتشربه بعدين، طب هتشربه في الكوبايه دي ولا هتشربه في الكوبايه دي، طب هنشربه مع بعض ولا هتشربه لوحدك، طب التخيير بحيث ان تلخبط مخه ما يبقاش دلوقتي اصله العناد دلوقتي بعندك انت شخصيا مش بعند الموضوع. خدوا بالكم برضو في ناس دلوقتي بتعاند الاشخاص، لما بتكره الشخص بتعاند اي حاجه تيجي منه حلوه وحشه، هتعاند اي حاجه لو يعني اي حاجه هتعرضه. برضو ابنك في الحاله دي لما يحس انه مش متقبل وهيبقى في عدوان لك بشكل شخصي، اي حاجه هتعملها مش هيبقى متقبل، لكن خليه يتقبلك ويحبك حبيبك يبلع لك الزلط، هيفوت لك حاجات كتيره جدا جدا. اذن بالحب واللعب والقصه، خلاص هبدا ان انا اروض الطفل العنيد. يعني اختنا ام سفيان كانت بتقول لما تبقى في مشكله بيني وبين حد اتكلم مع نفسي شخصيه وسواسيه، حضرتك محتاجه ما يسمى بتاكيد الذات. تاكيد الذات ان انا اعبر عن افكاري واعبر عن مشاعري وعبر عن حقوق المشروع بكل قوة بدون سلبية، أجي على نفسي واتضايق وبعدين أرجع أتخيل المشهد وأقول والله لو عادت لو المشهد كان المفروض اتصرف بالطريقة الفلانية. لا، أنا عايز تعبر عن مشاعرك عن أفكارك عن حقوقك المشروع بكل قوة بدون عدوانية على الآخر وبدون سلبية على ذاتك. يعني أختنا أم أمير برضو ابن 3 سنوات عنيد، والاول بنت عندها سنه والام عصبيه. انا عايز يا اخوانا في يعني انا فاضل معايا اقل، انا خلص تقريبا يعني، اقعد حضراتكم ان اغلب التساؤلات اجيبها المره القادمه والتساؤلات السابقه، وفي نفس الوقت ربما تبقى الحلقه القادمه علشان كل التساؤلات واجوب عنها داخل الحلقه كاستشهاد وك يعني يعني استئثار ويعني استناره داخل الحلقه. لكن الام عصبيه زياده لما قلت لهم امير والوالد مسافر، انا عندي مشكلتين، عصبيتك تقل والوالد يبقى فيه تواصل بشكل او باخر، حتى لو تواصل عن طريق الخيال، ابوك وابوك وابوك لا يعطي لحد حاجه. طبعا غريزه الملكيه معروفه انها في سن 3 و4 اعلى ما يكون، ومن 2 لـ6 بتكون انه حاله صراخ كتير بيحقق من خلالها الرغبات احيانا وبقبله الحاجات فدعم ده. الحفيد الاول للعيله يعني كان في تدليل، ولد الولد عز يعني عز الولد وكده، سته مربيه كان في تذبذب في المعامله. يعني في كل لفظ حضرتك بتقوليه بحط نموذج او طريقه ما للحل. يعني قاعد حضراتكم ان شاء الله الحلقه القادمه هتبقى برضو استشارات تربويه قبل ما اخد اي اتصالات اجيب حضراتكم تماما، او انها تكون حلقه واتصور انها افضل تكون كده ان شاء الله كيفيه التعامل مع طفل الروضة او طفل الحضانه. جزاكم الله خيرا لحسن المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تربيه الابناء، تربيه الابناء.